جنة تحصل للمتعبدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم رحم الله الجميع: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وذلك لأن سبب دخول جنة الدنيا هو سبب دخول جنة الآخرة، وأن المتفضل على الموحد بدخول جنة الآخرة هو المتفضل بدخول جنة الدنيا. وهذه الجنة في الدنيا حقيقة لا شك فيها، إنها الحياة الطيبة التي قال الله عز وجل عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الإمام السعدي رحمه الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل: ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذَّته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، وهو النعيم على الحقيقة.